حبايبي جريد 6، تعالوا مع بعض نتعرف على نمط اسئله الامتحانات اللي انت هتقابلها. انت اول حاجه درست حاجه اسمها الانتجر نمبر الزيرو، وبعد كده بدانا مع بعض ناخد دلوقتي حاجه اسمها البروبابيلتي. البروبابيلتي اوف اديشن انت حاجات خدتها في جريد 5 زي ايه؟ بص معايا كده على المساله ديت. نمبر بي مش هبتدي بي، هنا نيجاتيف 8 7، رحت الناحيه الثانيه لقيت 7 ونيجاتيف 8. الراجل ده عمل سويتش، بس احنا اتعلمنا من جريد 5 نقول كلمه كوميتيتيف. يبقى لما نلاقيه عمل ريبليس سويتش، بدل، مش هقول تاني بالعربي، يبقى انا بشتغل البروبابيلتي النيم بتاعها كوميوتيتيف. طب اطلع بقى على الفيرست يا مستر، دول 3 نمبرز، 3 نمبرز وعندي برانثيز. لما الاقي كده اكيد اكيد الراجل ده بيعمل اسوسييتيف. تاني 2 نمبرز عمل سويتش، بدلهم كوميوتيتيف. 3 نمبرز عندي برانثيز، يبقى انا اكيد بعمل اسوسييتيف. شكرا. بص بقى جاي ده نمبر بلس زيرو. اول حبيبي ما تلاقي بلس زيرو يبقى انا بلعب على حاجه اسمها اديتيف ايدنتيتي، وفي ناس تقول عليه نيوترال. لكن لما الاقي الزيرو بره يبقى انا هنا بعمل حاجه اسمها انفرس، اديتيف انفرس. يبقى انا عندي فكرتين لازم الطالب بتاعي يعرفهم. لو لقينا نمبر بلس زيرو يبقى انا بشتغل البروبابيلتي اسمها ايدنتيتي. لو لقيت التو نمبرز ايكوال زيرو يبقى ده وده اديتيف انفرس. دي فور بروبابيلتيز لازم في الاديشن تكون عارفها. تعال نشوف انذر اكزامبل، ايه الجزء اللي هيقابلني؟ بص بقى معايا، سوري، انا محضر لك ريفيجن مهم مهم مهم. بص بقى، دول المجموعه الاولى اللي احنا حليناها، اتمنى ان انت تحلها. هنا رايت ذا بروبابيلتي، يعني انا مش عايز منك اي حاجه غير انك تكتب لي النيم. فانا دي خلاص قلناها مع بعض. تعالى كده نشوف بدايه بقى حاجه ثانيه مهمه وجميله. الراجل الجميل ده بيقول لك يوز بروبابيلتي الحاجات بقى اللي انت قلتها. اسمع بقى حاجه، لما تلاقي 3 نمبرز اول حاجه تفكر فيها انك تعمل كوميوتيتيف. طب فكرني يا مستر تاني، يبقى انا هجيب الثيرد واودي مكانه السكند. دول 3 نمبرز اول حاجه اعملها الكوميوتيتيف، يبقى انا مش هلعب مع النيجاتيف 15 وما ابداش بالاسوسييتيف. هيجي هنا ال 15 وهنا تتبدل مع ال 29. بعد ما بعمل الكوميوتيتيف اعمل البروبابيلتي بتاعت الاسوسييتيف اللي هي باخد تو نمبرز انسايد البرانثيز وبسيب الثيرد نمبر بره. هنا طبعا اي في اي. بعد كده انت بتعمل ادنج، فدول اديتيف انفرس، اديتيف انفرس يبقى ده زيرو، يبقى دي كانوا اديتيف انفرس. فبقي هنا بلس 29 ايكوال 29، اقدر دلوقتي اقول له ده الايدنتيتي. ادي طريقه الحل، الاول
inside parentheses associative. طب يا مستر ممكن واحدة كمان؟ بص يا حبيبي معايا. إيه ده؟ دول فور نمبرز برضه هنعمل كده. أول حاجة كوميتيف، نمبر 2 يجي مكان نمبر 3 وتجهز كوميتيف. يبقى ال 55 جاي لها 45 وجه مكان ال 45 نيجاتيف 255 وبره في عندي 255. بعد كده الاسوسييتيف هاخد ال 55 اعملها بلس ال 45 وهاخد نيجاتيف 255 مع 255. هنعمل اد 100. دول يا مستر نيجاتيف وبوزيتيف سيم نمبر يكنسلوا بعض تبقى زيرو. وبعدين ده كده يبقى ده الاديتيف ايدنتيتي. يبقى الانسر بتاعتي 100. بالراحه يا مستر. فور نمبرز ابدا بالكوميوتيتيف. هجيب السكند مكان الثيرد والثيرد يجي مكان السكند. نمبر 2 هنعمل الاسوسييتيف. اخد each two numbers inside the parentheses. عملت بلس هنا بوزيتيف نيجاتيف ده انفرس اهو. البروبابيلتي بتاعت بلس زيرو هي الايدنتيتي. وادي الانسر. تعالى نتعرف على فكره كمان. بص زي ما اتعرفت على البروبابيلتي في الاد عندي برضه في المالتيبلاي. تفتكر هيتغيروا؟ قال لي لا برضه هما هتعمل كوميوتيتيف وبعدين اسوسييتيف. بص معايا دول تو اكزامبلز. هاجي هنا اول حاجه انت علمتني اعمل كوميوتيتيف يبقى السكند يجي هنا والثيرد يجي مكانه. يبقى ادي 50 تايم 2 وبعدين ال 14 مره واكتب لازم اكتب ايوه. بعد كده يا مستر هاخد ال 50 مع 2 واسيب ال 14 بره يبقى دي اسو الاسوسييتيف. هنا هيديني 100 وادي ال 14 والانسر بوتو 0 وادي ال 14. يبقى دي البروبيرتي بتاع المالتيبليكيشن. هما طب يا مستر تيجي نلعب سوا هنا؟ هنكرر تاني. أول حاجة أبدأ بالكوميوتيتيف يبقى السكند الثيرد يجي مكان السكند والسكند يروح مكانه. يبقى آدي أول حاجة آدي الـ 8 جاي لها 125. بعد كده النيجاتيف 9 راحت مكانها وآدي 3. ولازم أكتب النيم بتاع البروبرتي. بعد كده هناخد الـ 8 مع ال 125 في برانثيز. وانا هنا مسالتي تايمز هاخد نيجاتيف 9 مع ال 3 واقول له انا بعمل اسوسييتيف. هعمل لدول تايمز يوزنج كالكليتور. ايوه يوزنج كالكليتور. ايوه هعمل تايمز يوزنج كالكليتور. ايوه مالتبلايز 1000 بوت 3 زيروز ودروب ذا نمبر. ادي فكرتين على البروبابيلتي اوف مالتيبليكيشن. درب نفسك عليهم وما تخافش. تعالى كده نشوف. بص بقى عندي حاجه اسمها يوزنج ديستريبيوتيف. ديستريبيوتيف يا مستر يعني انا لما ادي لك المساله تلاقي كومن. طب بص كده 3 تايم نيجاتيف 2 بلس 3 الله. يبقى انا هنا انا عاوز الكومن، عايز النمبر اللي عمل ريبيتد. مين يا مستر؟ ال 3. فبناخد ال 3 بالتايمز، اخد ال 3 بالتايمز واعمل برانثيز. انا خدت ال 3 بالتايمز يبقى الريمندر نيجاتيف 2 بعدها بلس. خدت ال 3 بالتايمز اتبقى 5. ما بتكتبش الكلمة دي؟ ادي اهو عند 3 تايمز ودول
using calculator. انت لازم تعمل steps. نيجاتيف 10. برضه using calculator انت ما بتكتبش، انا بقول لك انت. خلصت المساله. يعني يا مستر الديستريبيوت مش هعمل اكتر من 2 steps؟ لا. طب ممكن واحده كمان؟ تعالى نشوف. بص كده. احنا قلنا ديستريبيوتيف ادور على الكومن. عرفنا؟ شكرا. طب ولما نيجي ناخدها ناخدها بايه؟ بالتايمز. يبقى انا هاخد دي بالتايمز، هاخد دي بالتايمز اهي 1 1 2 بالتايمز، واعمل ايه؟ برانثيز وما بكتبش اي حاجه. خدتها يتبقى 98 ودي بلس نيجاتيف 97. بنزل ال 112 بالتايمز ودول باي يوزنج كالكليتر طلع لي 1. الانسر بقت 112. ادي الديستريبيوتر. يبقى احنا كده هنكتفي بالجزء ده. اول ذا بيست. شكرا.